تبقى مساله الالتقاط المناسبه، كيف يوفق المعلق صحيح. بدون تكلف انه يوصل معلومه تكون جميله. نعم. المباراه بالنسبه للمعلق ترى مغريه جدا. نعم. غير الجماهيريه، انا اتكلمك عن الارث المعلوماتي التاريخي. ايوه. مصر دونت عبر صحفها ودونت عبر تاريخها واحصائياتها، موجود تاريخ كبير. نعم. فالتاريخ هذا كل ما تبحث فيه كابتن شوبير انت تحفظ حاجه حلوه. نعم. قصه حلوه. في حاجه تتقال، في حاجه توصفها، فسبحان الله يعني الواحد احيانا مش محضر شيء يعني. تذكر انت مباراه الاهلي الاخيره اللي نقلناها؟ ايوه. الحكايه اللي ايوه اللي انا مش عارف ازاي قلتها، اللي قلت الام المصريه لما بتودع ابنها، ايوه تقول له لا اله الا الله، هو بيقول محمد رسول الله، تقول له ما نسيتش حاجه يا ابني، فيقول لها يقول لها ايه يا ماما؟ تقول له تيشيرت الاهلي. ايوه. هذه والله يا كابتن شبيب عفويه طلعت. انا ما اعرف، انا لما سمعتها ضحكت. انا قلت انا بقول ايه؟ يعني تطلع من الماتش، بس احيانا ظروف المباراه تساعدك. نعم. 3-0 الاهلي مقدم مباراه كبيره. ايوه. الاهلي معطيك انطباع جميل على بدايه الموسم. فهنا هو يساعد يعني المعلق. نعم. على انه يقول، على انه يتكلم. ففي فرق تعلق لها سبحان الله هي تساعدك. نعم. لما تتكلم، لما صحيح. تقول في حراسه المرمى، تروح عندك قائمه كبيره من الاساطير، تروح للدفاع، تروح للهجوم، تروح للوسط. لا بس خلي بالك، بس في حراسه المرمى تبقى تاخد بالك شويه. لا انا معاك يا كابتن شوبير. ده الواد وابوه، خلي بالك يعني، فناخد بالنا. طبعا كابتن شوبير، هو انا ناسي العزيمه يا كابتن شوبير. يا عم ده ايه، عزومه يتيمه وخلاص يا عم عامر. والله ده انتوا نورتونا والله العظيم، ثلاث نفسي تنورنا تاني ان شاء الله. لا قول لي بقى، لعيب في الاهلي بيبهرك بيسحرك مين؟ والله شوف، انا كل مره اتفاجئ في الاهلي بشغله. ماشي. شوف انا مؤمن يعني بشيء غريب جدا في النادي الاهلي. انا لما اخذهم يعني على افراد فرد فرد فرد. النادي الاهلي يمكن كاسماء مغري للانديه الاوروبيه الكبرى يمكن اسمين ثلاثه. نعم. اوكي؟ ايوه. لكن لما بيلعبوا فرقه في حاجه بتحصل هنا ما نعرفهاش. نعم. يعني لما اجي الحين دلوقتي اقول لك العين ومستوى المحترفين الاجانب اللي عند العين اللي راح يواجهون الاهلي. ايوه. ولما اقول لك مستوى الاجانب اللي عند الاهلي، انا اقول لك في تفوق كبير للعين. نعم. كافراد اجانب كاسماء مختلفة. كاسماء لكن الاهلي لما بيلعب بيبقى حاجه ثانيه. نعم. وبعدين مش مره انت تتكلم على النهائيات اللي في شمال افريقيا. نعم. وكلنا يعرف الاجواء الصعبه في شمال افريقيا. الاهلي الزين بيعدي كل مره.